باسم الآب ابن الروح القدس إله واحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من مزمور 37 عدد 28. الروح القدس هنا يعلمنا، يقول لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقياءه، إلى الأبد يحفظون، أما نسل الأشرار فينقطع. آمين، مبارك اسمك يا رب. لو نقدر نقسم هاي الآية أخوتي الأحبة، نقسمها كم جزء؟ القسم الأول يقول هنا لأن الرب يحب الحق، الله بالفعل عادل وأمين ويحب الحق، ولا يريد نزيد على كلامنا ولا نقص، لا نقلل من كلامنا. الشاهد الأول على هذا الجزء يقول في متى 5: بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. آمين. والجزء الثاني: ولا يتخلى عن أتقياءه. الله أبد لا، الله ما يتخلى عن شعبه، دائما يحفظهم. عندنا شاهد على هاي الآية من يقول في يشوع 1: لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. آمين. طبعا الرب ما يتركنا وما يهملنا أبدا. هنا الرب شلون كان مع موسى؟ يكون معانا أيضا، إحنا أولاد الله مختاري، ونتكلم عن مجد على هاي الأرض، احنا سفراء نتكلم عن مجد الرب في هذه الأرض. والشاهد الثالث على هاي الآية هو همنا: وكما وها أنا معكم كل أيام انقضاء الدهر. طبعا هي هاي آخر آية موجودة في إنجيل متى: وها أنا معكم كل أيام إلى انقضاء الدهر. مبارك اسمك يا رب. التأمل يجي مع آية اليوم: الله ملتزم مع شعبه، هو يحب العدل والذين يسعوا إليه، هو لن ينسى شعبه الذي يسعى لتمجيده بإظهار شخصيته في حياته. الله وعد بأنه سينفذ وعوده لشعبه ويحفظهم بقوته إلى الأبد، كما وعد الله في مكان آخر: لا أملك ولا أتركك. طبعا هنا بهاي الآية قرناها من يشوع 1:5: لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أملك ولا أتركك. هو دائما معانا. مبارك اسمك يا رب. الآية الصلاة اللي تجي مع آية اليوم: أبي المخلص الأبدي، أشكرك على وعودك العظيمة، أنا مسرور بتذكر وجودك المخلص في حياتي، أنا أؤمن بشكل كامل أنني أستطيع أن أتمنك على مستقبلي، وأنك سوف تجلبني لحضورك بانتصار وفرح عظيم. أشكرك على أملي الأكيد الثابت، باسم يسوع ربي ومخلصي أصلي آمين. أخوتي الأحبة، ربي يبارككم، ربي يقويكم، ونشوفكم فيديو ثاني. تصبحون على خير. Good night.